تصل بنا إلى لافتة تجمع معظم، ولن نقول كل، معظم القوى الثورية والأحزاب الثورية والتيارات الثورية والرموز التي شاركت في الثورة المصرية قبل وبعد الثورة المصرية. في هذه اللحظة الفارقة وبعد مرور 405 يوم من الثورة، استشعرنا جميعا بالمسؤولية التي حملتنا أن نقف في لحظة تفكير ماذا يمكن أن نقدم للثورة المصرية التي تتعرض لهجوم شديد وشيطنة وتشويه واغتيال لأهم ما يمكن أن تمثله هذه الثورة من قيم ومبادئ وأهداف واستحقاقات. في هذه اللحظة التقت مجموعة من القوى الثورية كي تعلن أنها جميعا تدخل بإرادتها إلى كيان أو في إطار كيان تربطها علاقات شبكية بكل الكيانات الأخرى من أجل تأسيس مجلس الثورة المصري. ربما يكون دور حزب غد الثورة وهو أحد الأحزاب الثورية هو فقط استضافة هذا المجلس والعضوية فيه باعتباره كيان من الكيانات المشاركة في مجلس الثورة المصري. اليوم لا نعلن عن أسماء مجلس الأمناء ولن نعلن عن أسماء المجلس الرئاسي، لكننا نعلن عن الفكرة ونقول أن الأيام والساعات القادمة هي بداية عمل واسع من أجل تجميع كل القوى وكل المحاولات السابقة التي ننظر لها بعين الاحترام والتقدير ونثمن كل جهد بذل في إطار تجميع القوى الثورية. ونعتقد أن هذا العمل اليوم هو جزء من هذه المسيرة وجزء من الجهود السابقة، سنتكامل معها جميعا ولن يكون هناك تنافس أو تعارض أو شكل من أشكال الخلاف، بينما الهدف هو الاتفاق. نحن نتفق على مبادئ وأسس سيعلن عنها في البيان التأسيسي للمجلس أو لمجلس الثورة المصرية. اسمحوا لي أن أقدم في البداية الزميل العزيز، هنبتدي بمين؟ أستاذ طارق الخولي؟ أوكي. هنبتدي بأستاذ طارق الخولي ممثلا عام 6 أبريل الجبهة الديمقراطية لتوضيح الكيانات المشاركة في هذا التجمع، ثم سننتقل إلى بيان مجلس الثورة المصرية وسيلقيه الزميل رامي شعث، ثم سننتقل إلى عرض النظام الداخلي واللائحة وسيعرضه الأستاذ مختار نوح المحامي، ثم سنفتح الباب لتوجيه الأسئلة للزملاء ورؤساء الأحزاب وقادة الحركات والتيارات المتواجدة معنا، والأسئلة يمكن أن توجه للجميع والإجابات ستكون من الجميع. نبدأ الآن بكلمة واستعراض الكيانات من الأستاذ طارق الخولي ممثل 6 أبريل الجبهة الديمقراطية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله بجهود كل الموجودين هنبدأ نعمل كيان يتوحد ويجمعنا كلنا، لأن إحنا الفترة الجاية عندنا ملفات مهمة قوي محتاجين إن إحنا نشتغل عليها، والحقيقة إن في جنود مجهولة موجودة وقاعدة عملت جهد كبير الفترة اللي فاتت، وأنا بشكرهم وإن شاء الله جهودنا كلنا تكلل بالنجاح. معظم الكيانات اللي شاركت في الجلسات التحضيرية هي حزب غد الثورة، حركة كفاية، الجمعية الوطنية للتغيير، اتحاد شباب مزبيرو، حركة شباب 6 أبريل، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، ائتلاف شباب الثورة، الجبهة القومية للعدالة، ثورة الغضب الثانية، حزب الأحرار، حزب حراس الثورة، الحزب الاشتراكي المصري، حزب المصريين الأحرار، تحالف القوى الثورية، اتحاد شباب ثوار المحلة، حركة نضال، حركة مينا دانيال، اللجنة الشعبية للدفاع عن الثورة، جبهة حماية الثورة، ائتلاف ثوار الصعيد، حزب الجبهة الديمقراطي، حملة أنا رئيس، مجلس
حماية الثورة، ائتلاف شباب الثورة شمال سيناء، ائتلاف السائر الحق، الاتحاد القومي لعمال مصر، حزب رواد التنمية، حزب شباب التغيير، حزب شباب التحرير، حزب الحياة، حزب التحرير المصري، حركة ثوار ومصرنا. صوتنا التغيير أنا جاي حالا. لا يعني ما نقدرش من سمساء مصر يعني. لا لا. مصريات مع التغيير يعني كان الاسم اللي جاي. مصريات مع التغيير. لا حزب التغيير. حزب التغيير. حركة القضية المبيعة. حركة القضية المبيعة. حركة. حركة 4 سبتمبر المصرية النوبية. حركة المصري الحر. المصري الحر. حركة المصري الحر. يعني دي معظم الكيانات، ولو في كيانات ناقصة أنا ما عرفتهاش يبقى ده حزب فرسان المستقبل. حزب الخضر. حزب الخضر. حزب الخضر وحزب الفضيلة. وحركة شباب 25. ائتلاف. الأصوات العائمة. ائتلاف الأصوات العائمة. خلاص. اتحاد شباب الثورة. ائتلاف شباب النوبة. في أي كيانات تانية ما دارتش؟ ثوار التحرير المصري. في أي كيانات تانية؟ المركز القومي للجان الشعبية. وإن شاء الله دي معظم الكيانات اللي شاركت في الجلسات التحضيرية، والباب مفتوح لأي كيانات جديدة عايزة تشارك. وان شاء الله الجهد ده يكمل بالنجاح. ودكتور بقى ايمن. شكرا طارق. استاذ طارق الخوي الحقيقه احطنا ببعض الكيانات التي شاركت في بعض الاعمال التحضيريه لهذا العمل الذي يتم الاعلان عنه الان. ايضا في احزاب الحقيقه شاركت في هذه الاعمال، ربما لم يرد اسمها لكن سترد في البيان النهائي الذي سيعلن في نهاية المؤتمر. ما هي المعايير التي حكمت دخول هذه الكيانات الثورية والحزبية معا تحت لافتة مجلس الثورة المصري؟ أنا بستأذن الدكتور شادي الوزاري الحرب رئيس حزب الوعي في إلقاء، وهو كان رئيس اللجنة التي وضعت المعايير، في توضيح المعايير الحاكمة للدم. وأنا عايز أأكد ما قاله الزميل طارق الخولي مرة تانية أن هذا الكيان ما زال مفتوح وسيظل مفتوح لكل القرى وللتنسيق مع كل القرى. الدكتور شادي غزالي الحرب سيعرض معايير الانضمام في المرحلة السابقة واللاحقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول انا يعني بشكر الدكتور ايمن نور على استضافته المبادره الجديده دي، اللي اتمنى انها تكون يعني خير معبر عن الحركات والائتلافات المختلفه التي تعبر عن الثوره. وخليني اقول احنا ايه اللي خلانا نفكر المره دي ان احنا نتكلم على معايير. يمكن كان في تجارب سابقة لمحاولات توحيد الصف ومحاولات توحيد كل الحركات والأحزاب، ولكن كان من أهم أسباب فشل هذه التجارب هو إن كانت ساعات بتضم كيانات وهمية وساعات بتضم كيانات مخترقة، فما بتبقاش معبرة التعبير الحقيقي عن شباب الثورة ولا عن الحركات الثورية. فبالتالي لتجنب ان احنا نخش في المشاكل دي قلنا ان احنا لازم نحط معايير اولا لانضمام المجموعات اللي هتؤسس لهذا الكيان عشان نضمن انها معبرة تعبير حقيقي عن الثورة. وبرضو المعايير دي يعني دايما هنستمر في مراجعتها ومراجعة كل الكيانات اللي عايزة تخش وتنضم لهذا الكيان. هيجي على رأس هذه المعايير هو ان الكيان اللي بيقدم على الدخول يجب ان يكون مؤمنا بمبادئ الثورة وكل مواقفه تتسق مع مبادئ الثورة، لان يعني في كيانات كتير بتدعي انها كيانات نابعة من ثورة 25 يناير ولكنها لا تشارك في الفعاليات الثورية اللي بتقوم بها معظم الحركات الثورية،
وفي الاخر بنكتشف انها صوت مضاد للثورة مش مع الثورة. يمكن المعيار الثاني والمهم جدا برضو بالنسبة لنا لتقييم اداء هذه الكيانات هو احنا محتاجين نشوف تاريخ عمل هذه الكيانات كل واحد في منطقته والفعاليات الثورية اللي قاموا بيها في المرحلة السابقة، لاننا برضو مش هينفع ان احنا نكون بنتكلم على مجموعات او ائتلافات كل واحد فيها عبارة عن 10-15 واحد ويقول ان انا ممثل للمجموعة الفلانية وهو ما يكونش يقدر يتحكم غير في 10-15 واحد بس. الموضوع ده خلانا برضو نطور القصة ونقول احنا مش هنضم ائتلافات، ان الائتلافات بشكل عام مكونة من مجموعات او المفروض انها كده، ده التعريف الاساسي للائتلاف قبل ما يتم يعني استخدام اللفظ بعد كده بطريقة مختلفة لتشويه الائتلافات اللي طلعت في بداية الثورة. فبالتالي هيبقى تقييم مجموعات، مجموعات العمل على الارض، هل المجموعات اللي هتنضم دي ليها عمل فعلي على الارض ولا لا. الحاجة الثالثة ان طبعا سواء بالنسبة للمجموعات او للشخصيات التي ستنضم للمجلس يجب ان يكون يعني لا يوجد اي علاقة لها بالحزب الوطني المنحل. اي شخصية محسوبة على الحزب الوطني المنحل ستكون يعني بالنسبة لنا غير مطابقة لمعايير انضمام سواء الكيان او الشخصيات العامة للمجلس. طبعا هيبقى فيه تقييم مستمر لأداء هذه الكيانات ومدى اتساقها مع مبادئ الثورة. اعتقد ان المعيار الاهم اللي احنا كلنا مفروض هنشتغل عليه هو ان يبقى عندنا ورقة العمل والوثيقة التي نتوافق عليها جميعا، لهي دي هتضمن فعلا التزام كل الحركات والمجموعات بمبادئ الثورة والعمل عليها في المرحلة القادمة، لان انا اعتقد ان الثورة لسه قدامها مشوار طويل. واتمنى ان يكون مجلس الثورة ده خطوة جدية لتوحيد الصف واستكمال الثورة بطريقة أكثر تنظيما من المرحلة السابقة. شكرا. شكرا دكتور شادي غزال الحرب رئيس حزب الوعي. الحقيقة الآن المفروض موعدنا مع الوثيقة أو البيان التأسيسي، سيلقيه الزميل الأستاذ رامي شعث. وثيقة عمل وهي وثيقة مبدئية ستطور مع انعقاد اولى الجلسات بموافقة واجتماع جميع من سيشاركوا في هذا المجلس. استاذنكم يا جماعة الصوت من فضلكم. شهدت مصر وشهد العالم ثورة سلمية اجتمعت عليها قلوب وافئدة المصريين جميعا، وذلك من اجل رؤية لمصر كدولة تعلي من شأن العدالة والقانون ونبذ كل اشكال الفرقة والخلاف والفساد والاستبداد. ولمسنا تفتت القوى الثورية مما يهدد بعدم تحقيق هذه الاهداف، مما دعا القوى الموقعة على هذه الوثيقة على ان تتلاقى حول نقاط الاتفاق التي صيغت فيها. من اجل ذلك نؤمن بان 1 مبادئ واهداف الثورة لم تكتمل حتى تاريخه، ولذلك فالثورة مستمرة حتى تحقيق هذه الأهداف. 2 الخيار الوحيد أمام كافة القوى الثورية هو التوحد والالتقاء تحت راية الهدف الواحد، معبرين عن استعدادنا للتضحية كعنوان لصدق القصد، مؤمنين بسلمية الثورة. 3 أهداف الثورة تصدرها الشعب المصري في عيش حرية، كرامة إنسانية، وعدالة اجتماعية. 4 فكرة التجمع الثوري مفتوحة دائما وتتسع لكل الثوار الفاعلين جماعات او افراد راغبين في قيادة هذا التجمع او خدمته، كل بمكانه وفكره ولا ينتقص من حقه التنظيمي اسبقية التكوين. 5 هذا الكيان فكرة تسمح لكل من يتوافق عليها ان يشارك فيها او ان يسعى للتوافق معها او العمل من خلالها. من اجل ذلك نعلن بداية العمل الجماعي باطلاق عمل مجلس الثورة المصرية.
العزة لمصر، الناصر المحور والناصر الكمال. هنا هذا هو البيان التأسيسي، وهذه عضوة المجموعة التي اتفقت على تكوين هذا الكيان، مدشنة ودافعة في اتجاه توحيد القوى الثورية والأحزاب الثورية. الحقيقة كان المفروض الآن نعرض النظام الداخلي لمجلس الثورة المصرية. هذا النظام شاركت فيه لجنة كانت برئاسة الأستاذ مختار نوح، وهو الآن يعني على بعد أمتار قليلة من المقر إلى أن يحضر. هنفتح باب الأسئلة وهنفتح باب إضافة بعض الكيانات التي سقطت من القائمة الأولى، وتحديدا حزب الإصلاح والتنمية، وبيمثلهم اليوم الأستاذ إيهاب الخوي الحزب، وأيضا حزب الجامعة الديمقراطية، ويحضر اليوم الأستاذ السعيد كامل تمام، ورئيس حزب الجامعة، وحزب الخضر وبيمثله اليوم رئيس الحزب الأستاذ محمد عوض تمام، وحزب حراس الثورة شباب التحرير الأستاذ مجدي الشريف رئيس الحزب، وحزب صوار التحرير، وحزب فرسان المستقبل إلى آخر القائمة اللي احنا ذكرناها. لكن الحقيقة كان سقط بعض الأسماء، لكن الباب مازال مفتوح، وفيه حزب الحرية والتنمية. وبعزين من السابة بس أرد أن أوضح أن هناك التباس حدث في البيان الأول الذي نشرته الصحافة. إحنا كنا بنتكلم عن حركة، أن أحد الكائنات التي شاركت حركة شباب من أجل الحرية والعدالة، أو العدالة والحرية. الصحافة نشرت أن الذي شارك هو حزب الحرية والعدالة. فإحنا بس بنوضح أن الذي شارك في الفعاليات هو حزب، هو حركة شباب من أجل العدالة والحرية، وليس أي حاجة أخرى. والنهاردة مشارك هو حزب الحرية والتنمية، ليس له أي علاقة لأي رئيس آخر بيشارك. فأنا برجو أن يعني المسألة تبقى واضحة، لأن هذا أحدث التباس وحرك شديد بالنسبة لنا، لأن احنا طبعا حريصين على مشاركة الجميع ولا نستثني أحد. لكن الحقيقة لم نذكر اسم حزب أو طيار لم يشارك وندعي أنه شارك. أهلا وسهلا بالجميع، الباب مفتوح. حاضر طبعا. الحقيقة احنا الأبواب ستظل مفتوحة دائما، وكل القرى الثورية وكل الائتلافات الباب مفتوح، ونوجه دعوة لاستكمال مجلس قيادة الثورة أو مجلس الثورة المصرية. أيضا أشار لي الزميل طارق الخولي أن هناك لجنة دائمة ستكون موجودة لاستقبال العضوية الخاصة بالجامعات أو بالشخصيات العامة، ويكون المقر المؤقت هو هنا في مقر حزب رد الثورة، إلى أن تقرر المجموعة أو الأطراف كلها اختيار مكان آخر. هناك لجنة الاتصال، الأستاذ مايكل يمين رئيس حزب الحياة بيشير أن لجنة الاتصال بتجري اتصال التنسيق مع بعض الأحزاب التي لم تشارك. وفي هذه اللجنة أيضا الأستاذ محمد صلاح الشيخ، وفديين ضد التوريس. أيضا الحقيقة النهاردة في شباب بذل جهد كبير في هذا العمل والتحضير ليه. أذكر منهم، مش عايز أذكر أسامي، ولا أبو زيد والدكتور عزة، وأنا الحقيقة بس مقترح إن احنا نستمع لكلمة مميزة جدا من الدكتور عزة التي شاركت بجهد كبير في التحضير لهذا المجلس، اللي بنتمنى ليه التوفيق بجهد الجميع إن شاء الله. تفضل يا دكتور عزة. Thank you.
والصراحه يعني كان من حلم الحمد لله ان احنا نتجمع من جديد عشان نوصل رساله للشعب المصري. دي صور مصر اللي انتوا بتقولوا ما فيش صور، صور حكماء الثوره، الصور كلهم بمختلف الكيانات، في ممثلين عن مختلف الحركات والائتلافات الفعاله اللي شغاله فعلا في ارض الشارع، عن حكماء الثوره في برضو اساتذه متفضلين حاضرين، الدكتوره فاديه مدرس والدكتوره فاتن محمد علي والدكتوره كريمه الحفناوي وعلامات ودكتور ايمن نور طبعا نشر بيه ودكتور ممدوح حمزه، دكتور كيانات كتير قوي متضامنه مع فكره وشخصيات عامه وسياده اللواء حسن عبد الحميد ومحامين الثوار استاذ حاتم واستاذ محمد الاحمر، مش عايزين ننسى حد، بس دي الحمد لله بقى كله على قلب رجل واحد لتجميع كلمه الثوره ولتحقيق اهداف الثوره، لان الغرض من التجمع دوت هو العمل بجد على تحقيق اهداف الثوره وعلى مواجهه الهجمه الشرسه ضد الثوره والثوار، وده اللي احنا كلنا بنتمنى ان احنا ننفذه ان شاء الله، ومش مهم اي حاجه لاي حد، المهم مصر هي اللي تبقى فوق واعلاء كلمه الثوره واهداف الثوره. شكرا شكرا. الحقيقه برضو لفت نظري الزملاء بضروره الاشاره الى ان هذا الكيان سيكون له بعد اجتماعي واقتصادي، وان هناك مزاوجه بين مجلس الثوره المصريه وبين بعض المشاريع التي تبنتها مؤسسات اهليه خاصه في مجال العشوائيات. وهناك جلسه تمت للتنسيق مع الفنان محمد صبحي ومجموعه العمل لادماج المشروعين معا كي يكون هناك بعدا اجتماعيا واقتصاديا لهذا المجلس الخاص بمجلس الثوره المصري. معنا مناظر القديم من القيادات التي شاركت معنا في تاسيس حركه كفايه وناضلت من اجل قيام الثوره قبل الثوره. انا بدعو لالقاء كلمه الدكتور محمد شرف. شكرا دكتور ايمن، انا سعيد ان انا اكون موجود هنا في محاوله لتوحيد القوى. اللي نفسي اقوله من تجاربنا السابقه في مجرد الائتلافات وتوحيد القوى، لو ان احنا كلنا مجتمعين عن المبادئ لازم نتوحد في كيان واحد، هو ده اللي بشوفه الطريقه. الائتلافات اذا كلنا ما اجتمعناش على بيان تاسيسي والكل موافق عليه وكل واحد داخله في جزء الحركه بتاعته، يبقى برضه مش هيؤدي للنجاح المنشود. لكن في هذا المقر وفي هذا المقام انا اذكر للدكتور ايمن بدايه حمله ضد التوريث قبل ما حصلت وتوقف التوريث وقامت الثوره بسنه. فانا بثق ان كل اللي موجودين هنا هنتوحد على ايد راجل واحد، لان كل ما تم قبل كده كان الائتلافات بتنفض. فنرجو اذا الكل راغب في شيء واحد وشيء يستمر وشيء يبقى اسمه الثوره المستمره، نرجو ان احنا كلنا نندمج ونبقى شيء واحد. لو اندمجنا داخل الاندماج جايز يكون في تيارات مختلفه وده مسموح به، لان التنوع والاختلاف هو اللي بيؤدي للقرار الصائب. فاللي بدعوكم له حقيقي ومن تجارب سابقه ان الكل يتوحد الكل يندمج، بدل ما نكون ائتلاف نبقى عطاء في ائتلاف واحد وفي كيان واحد وفي شيء واحد. انا بشكر الدكتور ايمن وبحسب له دايما مبادراته السابقه سواء كان ضد التوريث او الجمعيه الوطنيه للتغيير او البرلمان الموازي اللي كان فعل خير على البرلمان الاصيل. فبنتمنى ان من هنا هيكون انطلاقه جديده وامل جديد. وبشكر الدكتور ايمن تاني وبتمنى لكم جميعا التوفيق. شكرا شكرا. احنا هنفتح باب الاسئله لمده 10 دقائق ونرجو ان الاسئله لا تتكرر، وتعزموني ان احنا نوزع الاسئله على الزملاء القيادات الموجودين. فنوجه سؤالي احنا نختار مين اللي ممكن يجيب، لان في لجان وكل لجنه مختصه بشيء بعيد. الاسئله من الصحفيين بعد اذنك. ثواني، في حد من الزملاء عنده اسئله؟ ايوه في لبسين. اه اتفضل.
يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا بالفلاحين وبتمثيل المعنى. انا بشرف فينا وبغير دعوه. يعني ذكرتم في البيان التأسيس والموقعين عليه عشرات من الائتلافات والقوى الثورية المشاركة في هذا الكيان الجديد. ما الذي يضمن توحيد كلمة هذا الكيان وعدم تحوله إلى رقم مضاف إلى تلك الكيانات التي تفضلتم بذكرها؟ أيضا سؤال آخر، هل هذا الكيان هو الكيان الذي تحدث عنه الدكتور محمد البلاغي ليكون هو المجال الذي من خلاله يعود إلى العمل السياسي الفاعل والجديد بعد انتحاره من سباق رئاسة؟ السؤال اللي يجيب عنه أيضا من قبل دكتور شادي وزاري فيه. إذا كان في دكتور بلاده يبقى أنت الجاوب. يعني أنا هرد مبدئيا لأنه أنا كمان مشترك في مبادرة الدكتور البلاغي، والدكتور البلاغي هي مبادرة لسه تحت الصياغة من شكلها النهائي، ولكن الفارق الأساسي ما بين المبادرتين إنه ده تجمع للكيانات والتاني تجمع فردي، الانضمام إليه فردي على مستوى الشخص. هنا تجمع كيانات وبالتالي شكل التكوين والهيكلية شيء مختلف تماما، وإذا في تلاقي في الأهداف بلا شك هيكون هنا التنسيق. الرابط الاجتماعي. الامر المغاير بالنسبه لهذا التجمع انه يربط اجتماعيا لتحقيق اهداف الثوره. لعلك تذكر ما قاله الدكتور ايمن نور من قليل ان هناك ربط بمشاريع قامت بها الفنان محمد صبحي وقد يقوم بها بعض مؤسسات المجتمع المدني، الهدف منها الحفاظ على البعد الاجتماعي باعتباره احد مطالب الثوره. فهذا التجمع يتميز بذلك الربط بين اهداف اجتماعيه يجب ان تتحقق من خلال مؤسسات مدنيه، مثلما حدث من توامه او لقاء تم مع الفنان محمد صبحي، وتحقيق اهداف الثوره الحقيقيه. لعل معظم التجمعات السياسيه في مصر لا تتحدث عن المساله الاجتماعيه بشكل جذري تذهب اليها عابره، انما الربط الحقيقي على الارض هو محاوله حل بعض الامور المرتبطه بالطبقات الدنيا والمرتبطه باهالينا في مصر والمرتبطه بالطبقه الوسطى. انا بس عاوز اقول حاجه في هذا المكان وفي هذا التجمع يجب ان نتذكر ويحسب للرجل الذي يقف بجواري انه قبل الثوره باربعه ايام من هذا المكان قام برساله واضحه للطاغيه مبارك: ارحل من هذا المكان، ارحل ولك محاكمه عادله. ايضا ان هذا التجمع ان السادة الحضور جميعا يجلسون في قاعه ظن مبارك ودعا للمعارضه ان تتسلى كما راى. هذه القاعه هي كانت البرلمان البديل واحد اسباب قيام الثوره وسقوط النظام. لذلك نامل في هذا التجمع السياسي ان نتجرد جميعا عن الانتماءات السياسيه والعباءة الحزبيه التي قد تكون ضيقه، ونتوحد في هذا الكيان لتحقيق اهداف الثوره الحقيقيه من عيش وحريه وعداله اجتماعيه. شكرا. شكرا. الحقيقه تفضل. محمد امين من قناه الجزيره للاخبار. ايام الثوره وما بعدها تشكل التفات كثيره ومجموعات تجمعات اكثر، لكن سرعان ما يحدث. ذلك الموقف في خارج اتجاه ائتلاف محدد ويخرج هذا الائتلاف ويقول انا لازم طبعا اعمل ائتلاف. الشيء الاخر،
اجتماعيات حضرتك تتكلم عن الاتجاه الاجتماعي والتاج التصحيح، ما هو تمويل لهذا الاتجاه او ما هو تمويل للعمل الاجتماعي خاصة مثلا زي جامعة المسلمين يعني بشكل مخصص تبدا او لها قدرات عالية في هذا المجال، فما هي التمويل الخاص بهذا المجال؟ الحقيقة يعني هأجيب بجهاز شديد عشان عايزين ننتقل الجزء الخاص باللائحة الداخلية لهذا النظام وده اللي هنختتم بيه مؤتمرنا الصحفي. إجابتي بإجابة شديد أن الذي تذكره باعتباره ظاهرة هو الذي دعانا وهو الذي دعا هذه القوى والأحزاب التي آلت على نفسها أن تلتقي مرات متعددة كي تصل لفكرة كيان نعتقد أن لديه فرصة إن شاء الله في النجاح. وأنا يعني هستثمر ما قاله بعض الزملاء السابقين أن من هذا المكان انطلقت مبادرات الحقيقة كان معظمها ناجحة لأنها كان فيها صدق للغاية وما كانش فيها أي رغبات لا سياسية ولا حزبية. الهدف الرئيسي من هذا التوحد ومن هذا المجلس هو مصلحة الثورة المصرية وبالتالي مصلحة مصر. ما عندناش أي مشاريع شخصية ولا حزبية، بل بالعكس احنا جميعا متجردين تماما ولا مصلحة لأحد في قيام هذا الكيان، خاصة ان هذا الكيان كما اوضحت في البداية كيان شبكي، بمعنى ان كل الكيانات المنفصلة المكونة لهذا الكيان ستظل منفصلة اذا اقتضى الامر عملها استقلالا، اما اذا اقتضى الامر عملها في اطار واحد ستعمل من خلال هذا المجلس. بمعنى ان احنا نعتقد ان فرص النجاح وفقا لهذه الايام واردة جدا. وعشان نفهم ده اكتر ارجوكم ان نستمع الى زميلنا الاستاذ الكريم الاستاذ مختار نوح المحامي الشهير والسياسي والنائب السابق واحد الذين شاركوا في وضع الورقه الاساسيه لهذا المجلس. وسنختتم بكلمه الاستاذ مختار نوح وننهي مؤتمرنا الصحفي بعد كلماته المباشره. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المنتظم يقوم على فكرة أن المنتظم هو الرئيس، يعني مجلس الأمناء فيه هو الذي يشكل القيادة الحقيقية لهذا المنتظم. يعني مهم جدا أن نلقي الضوء على أن تركيبة هذا المنتظم هي التركيبة الرئيس، يعني هي التي تقوم المجلس الأمناء الذي يتكون من الأحزاب والأفراد والجماعات والائتلافات هو الذي يضع لائحته بعد أن نضع له اللائحة المبدئية التي تشكله من عضو عن كل ائتلاف وعن عضو عن كل 500 فرد. وهذا المجلس مجلس الأمناء هو الذي يصنع لائحته ويصل بها بالمرونة إلى حد أن يتسع بالأعداد إلى العدد المناسب، ويكون 20% من هذا المجلس من الرموز التي ساهمت في صناعة الثورة وساهمت في تأييدها وساهمت في مدها بالعون الفكري. بمعنى أن المنتظم كله هو الذي يقود نفسه ولا يوجد شخص رئيس مسؤول، وهذه هي الفرصة الوحيدة والأخيرة للتجمع حول فكرة مجتمعية مؤسسية حتى ننقذ ما بقي من أمل في أن نستعيد الثورة مرة أخرى. الأعضاء الذين شكلوا هذا الائتلاف وأسسوه في البداية يوحون بالثقة في نجاح هذا الائتلاف، ويوحون أيضا بالأمل في أن يكون هذا الائتلاف المجمع هو الائتلاف النهائي الذي يعبر عن الثورة بصورة ديمقراطية والذي يبدأ حلقة النضال القادمة وأيضا المشاركة المجتمعية في ذات الوقت. ده باختصار الشكل الهيكلي، وهو شكل مؤسسي من النظام المرن يخضع لرئاسة نظرية رئاسة المنتظم، يعني المنتظم هو رئيس نفسه واللائحة لائحة مرنة إلى درجة تسمح بالتغيير وتسمح بالتطوير. شكرا. شكرا. احنا خير بنلحق الدكتور اسامه رشدي القيادي الثوري الشهير، وهستأذن
استاذنك استاذنك ان احنا طيب هنستنى المكالمه الاخيره من الفلاحين ونختتم وقرا مكالمة الصحفي شكرا. شكرا.